وسامي وتيسير وحسن جه متاخر. حلو ده بتعمل ايه؟ ما بلاش. هو ايه اللي بلاش يا عم؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ ما قال لك بلاش يا عم. ايه بتعمل ايه؟ بتزكيكو. مش ناقصه اشتغالات بتعمل ايه يا عم؟ يشتغلك ليه؟ طب سيفو ديكو. يا عم اخلص وقول انت بتعمل ايه. لانشيكو وزوسيكو. هو عايز ربيح اسمه وخلاص. زربحيكو. شيبسيكو عمل لكم زربيح اسامي جديده، سوسيكو وسيفوديكو. زي ما انت شفتها يا جدعان. يعني ابني بيتنكب دانيكو، مش عارف اتكلم، يعني مش عارف اقول ايه بسرعه. الاعلان ده يعني انا عايش في امريكا واتقال لي انا وسمعت الاعلان ده، فقلت انا يا جدعان اوريه لكم للناس، يعني اللي ما شافوش الاعلان ده يعني ما انصحكوش شوفوا الاعلان ده تاني. بس ما علينا، عايز اقول اسف للناس اللي اتفرجوا على الجيم بلاي بتاع امبارح. انا خلاص عملت ديليت الفيديو. جيم بلاي بصراحه كان فيه شتايم كتير، بس يعني ما كانش سات اب ولا اي حاجه، انا كنت بشتم من قلبي. يعني ما جاتش كده خلاص، انا كنت متعصب جدا ساعتها وبتاع. يعني لو حد فيك عارف اساس ليج بلاي، لما تخش ليج بلاي وصاحبك يمشي او حد يمشي تلعب 4v3، اصل اللعيب الواحد بيفرق فشخ في جيم بلاي، في ليج بلاي لو انتوا مش عارفين. ما علينا، جيم بلاي ده نيوكلير سريع قوي، يعني هي مش قوي، يعني عندي اسرع منها. بس يعني 3 مينت نيوكلير كنت جايبها بام تار وام اس ام سي، كنت بلعب في ريد جبتها في 3 دقايق. كنت ممكن اجيبها اسرع من كده بكتير، بس انا قلت العب سيف يعني شويه في الاخر كده. هبتدي برضو. الايام اللي فاتت دي ما كنتش بعمل ابلود عشان مشيت من بيتي. كنت عايش انا في ستيت اسمها كاليفورنيا، وهاجرت، مش هاجرت يعني، اتنقلت رحت ستيت تانية اللي هي كاليفورنيا. ف بس يعني ده اللي انا كنت عايز اقوله، عشان كده ما كنتش بعمل ابلود التلات ايام اللي فاتوا دول. وفي حاجة عندي غلط برضو في الانترنت، عندي النت تايب بتاعي مودريت. كلمت اكس بوكس وكلمت اكتيفيشن وكلمت الشركه بتاعه الانترنت وكلمت الشركه بتاعه الراوتر، ومفيش حد فيهم عارف، يعني هم الامريكان اغبياء يعني من الاول للاخر. مش عارف اقول اكتر من كده يعني، بس انا بقول لكم يا جدعان، يعني عايزين تشوفوا صح، اكتبوا في الكومنتس عشان تشوفوا ليج بلايز، ليج بلاي يعني جيم بلايز، ولا عايزين تشوفوا جيم بلايز نيوكليرز وهاي سكولين جيم بلاي زي الحاجات اللي انا بحطها دي. عامة انا بالنسبة لنا الليج بلاي امبرسيف اكتر، عشان هي محتاجة جون سكيل اكتر او محتاجة تكون مركز اكتر. انما يعني هاي سكولين جيم بلاي انت بتكون بتلعب ضد ناس يعني اغبية يعني، وهي يعني بتكون فيها كيلز كتير، لكن الليج بلاي يعني الناس عارفة ان انت بتلعب ناس جامدين، ف يعني بتبقى تشالنجينج اكتر. فشوفوا انت كده، هنكتبوا انت في الكومنت عشان انا بعمل ابلود عشان الناس يعني عايزة تشوف ايه. فاكتبوا تحت في الكومنت انتوا عايزين تشوفوا ليج بلاي جيم بلايز او سكريمز ضد، يعني نعمل سكريمز مثلا في كلان بتاعنا، يعني في كذا ممبر، فنعمل سكريمز ضد بعض عشان نتمرن يعني، او نعمل سكريمز ضد فرق تانية، او عايزين تشوفوا هاي سكورينج جيم بلايز. اكتبوا تحت في الكومنت ويلا، السلام عليكم.